في استطلاع أجرته الشبيبة، خبراء اقتصاديون محليون يدعون إلى ترشيد الإنفاق وجدولة الالتزامات التنموية لتجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط. إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة جنوب الباطنة تنفذ فعاليات متنوعة تضمنت حملات استزراع وتنظيف الشواطئ وتوعية الصيادين، وذلك ضمن البرنامج المعد ليوم البيئة العماني 2015. مصادر أمريكية ترجح أن يخسر الفلسطينيون المساعدات السنوية من الولايات المتحدة إذا أقاموا دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. يوشيهيدي سوجا المتحدث باسم الحكومة اليابانية يقول إن طوكيو تعمل على التأكد من صحة فيديو يزعم أن تنظيم داعش يحتجز رجلين يابانيين ويطالب بفدية 200 مليون دولار لإنقاذ حياتهما. المنتخب الجزائري ينجو من فخ المنتخب الجنوب أفريقي لينتزع منه فوزا دراماتيكيا بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة الثالثة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.